لنقاش الملف الفلسطيني تسرنا استضافة المحلل السياسي عماد أبو الروس الذي ينضم إلينا عبر الهاتف من مدينة إسطنبول التركية. أهلا بك أستاذ عماد، عيدكم مبارك. أهلا بكم، حياكم الله. عيدكم مبارك أستاذ عماد. أنتم بخير، تقبل الله منا ومنكم إن شاء الله صالح الأعمال ولجميع الشعوب العربية والإسلامية. في أول أيام عيد الفطر أصيب فلسطينيان برصاص الجيش الصهيوني، كيف تفسر هذه الاعتداءات المستمرة للاحتلال؟ يعني بسم الله الرحمن الرحيم، يعني حتى أن الاحتلال الإسرائيلي منذ صباح اليوم قام باستهداف عدد من الشبان الفلسطينيين في قطاع غزة، 3 استهدافات من طائرات الاستطلاع على الشبان الفلسطينيين الذين يتجمهرون سلميا على الحدود مع قطاع غزة ضمن إطار سلسلة مسيرات العودة التي انطلق بها الفلسطينيون منذ 30 آذار مارس الماضي. بالتأكيد يعني الاحتلال الإسرائيلي يحاول طمس هذه الحراك الفلسطيني الذي بات لا يعلم أو لا يدري كيف ينهي هذه الظاهرة أو كيف سيتصرف معها، وخاصة أن الفلسطينيين نجحوا تماما في تسيير وتجيير الطرق السلمية في أو المقاومة السلمية في مثل هذه التظاهرات، بدءا بالاحتجاج على طول الخط مع قطاع غزة، وكذلك إبداع أو أساليب وسائل فلسطينية سلمية جديدة لا يمكن أن يفسر على أنها تأتي في إطار التهجم في إطار المقاومة كما يدعون، مع أن المقاومة الفلسطينية تعد أو يعترف فيها قانونيا أو لدى القانون الدولي أنها ضمن إطار فلسفة المقاومة الفلسطينية أو الشعبية التي تريد إنهاء الاحتلال. الواضح بأن الاحتلال الإسرائيلي يحاول التعامل مع خاصة موضوع الطائرات الورقية. تماما، في هذا الصدد كنت أريد أن أسألك عن هذا الموضوع. الطائرات الحارقة اليوم أصبحت تشكل تهديدا كبيرا لقوات الاحتلال باعتراف منه شخصيا بأنها تشكل خطر. ما طبيعة الخطر الذي تشكله هذه الطائرات الورقية مقارنة مع القصف المستمر على المدنيين في غزة؟ يعني الطائرات الورقية لا تعتبر ضمن إطار المقاومة أو العسكرية، يعني المقاومة العسكرية ضمن إطار احتجاج الفلسطيني المقاوم السلمي، لا يمكن اعتبارها بأنها صواريخ تطلق أو أنها إطلاق نار أو ما يسميه الاحتلال الإسرائيلي بما يخص أنه يتجه في إطار العنف. هي طائرات ورقية تنطلق من أجواء قطاع غزة تصب في الحقول الإسرائيلية، فطبعا تشتعل النيران. الاحتلال الإسرائيلي لا يريد التصعيد، لا يريد أن يصل لدرجة الحرب مع قطاع غزة. بنفس الوقت كما لاحظنا قبل ذلك حملة التصعيد التي تمت ما بين المقاومة الفلسطينية وبين الاحتلال الإسرائيلي من خلال رسائل موجهة سواء من الفلسطينيين أو من الاحتلال الإسرائيلي، لكن الاحتلال الإسرائيلي لا يريد أن يصل في التعامل ليدخل في إطار الحرب. طبعا ذلك عدة أسباب سواء كانت إقليمية ودولية أو أنها تشكل حرج كبير بالنسبة للإسرائيليين، خاصة بأن ما يحدث أصلا هو بالتحديد هي مسيرات عودة أو وسائل سلمية ينتهجها الفلسطينيين. الاحتلال الإسرائيلي حتى هذه اللحظة يحاول التعامل مع هذه الطائرات، لكن حتى هذه اللحظة لم يصل لإبداع وسيلة لمواجهة هذه الطائرات. يعني هناك تصريحات من الاحتلال الإسرائيلي اليوم بأنه قد يتوجه إلى استهداف الفلسطينيين الذين يطلقون هذه الطائرات، لكن الواضح بأن عمليات الاستهداف أيضا هي تعتبر عمليات تحذيرية، استهداف تحذيرية. هو لا يريد التصعيد لأن بنهاية الأمر الوسيلة التي تستخدم حاليا لا تعتبر ضمن إطار المقاومة المسلحة، تعتبر ضمن إطار المقاومة السلمية التي قد يندد بها المجتمع الدولي. طبعا الاحتلال الإسرائيلي بات الآن مقيد من المجتمع الدولي، محرج من ضمن من المجتمع الدولي. هو يريد أن يوصل بأنه هو مجتمع ديمقراطي، مجتمع. أشكرك جزيل الشكر عماد أبو الروس المحلل السياسي الفلسطيني، كنت معنا عبر الهاتف من مدينة إسطنبول التركية.